في انواع تانية من الفيزيكال ميثودز، منها برضو حاجات احنا بنستعملها ديلي مثلا زي اللو تمبرتشر. يعني احنا متعودين مثلا لو احنا عاوزين الاكل ما يفسدش مثلا نحطه جوه الريفريجريتور، نحطه في الثلاجه. فبيسكلي في ثلاجه بنتكلم على درجه حراره من 0 ل 7 درجات. معظم المايكرو اورجانيزمز ما بيحصل لهاش ريبرودكشن في درجه الحراره العاديه بتاعت الثلاجه دي، فبالتالي ما بيحصلش النمو للبكتيريا او نمو للجراثيم وتعمل مشكله. فاحنا بيسكلي نفس الكلام برضو بنتكلم على، يعني لو بنتكلم على يعني حاجه عايزين نخليها زي ما هي، نحتفظ بيها زي ما هي، ما حصلش فيها جروث للميكروبات، الريفريجريتور ممكن يبقى مناسب جدا. بس لازم ناخد في اعتبارنا ان اللي بيحصل ده مجرد بس بنخليها في حاله ثابته، بمعنى ان معظم الميكروبات الحقيقه بيسرفايف لدرجات حراره اقل من زيرو. فبيسكلي هي نفسها الميكروبات اللي موجوده بتفضل ما بيحصلهاش، يعني ما بيحصل، ما بتبقاش، ما بتموتش مثلا درجه حراره منخفضه، ولكن ما بتتكاثرش برضو، فبالتالي ممكن تبقى فيها ميزه في بعض الاحيان. الراديشن حقيقه برضو واحد من الحاجات اللي تستعمل، والراديشن ده هنلاقي بعض الاحيان في عندنا بعض اجهزه الراديشن ستيرلايزرز. الحقيقه دي بتستعمل مثلا في، يعني ممكن تستعمل ايونايزنج راديشن زي الجاما راي، زي الاكس راي، زي الهاي انرجي الكترون بيمز. الحقيقه دي كلها بيبقى لها هاي ديجري اوف بنتريشن، يعني تقدر توصل لاي مكان في الديفايس اللي انا بحاول اعمل لها تعقيم. والحقيقه بتشتغل انها بتعمل ايونايزيشن للميه، وبتعمل بيسكلي يعني بتسبب هنا زي ما احنا شفنا في الجزء بتاع الراديشن، يعني راديشن افكتس، بتسبب ان هي بتدخل على الدي ان اي اللي هو خاص بميكروبس وتعمل فيه تكسير بالشكل اللي احنا شايفينه هنا ده كده. وبالتالي بنتكلم ان هي ممكن ان هي تعمل يعني افكت مثلا تسبب ان الميكروب ده يا اما يموت، يا اما يعني يحصل له يعني بشكل ما يتكاثرش زياده عن اللي موجود. فبيسك نفس الكلام بالنسبه للالترا فايلوت، الحقيقه بيعمل افكتس بنفس الشكل كده. ده برضو بيعمل لنا برضو يعني تفاعلات مع يعني بيعمل تغيرات في الدي ان اي، بحيث ان هو يبتدي يحصل يعني بعض الحاجات اللي هي بنسميها ثايمين دايمرز. بيسكلي بيحصل فيها ان يعني بدل ما يبقى في عندنا البوندنج هنا بتوين الدبل هيليكس، يعني من هنا لهنا، لا ده ممكن يحصل بوندنج بتوين نفس الستراند هي، وبالتالي بيخلي الدي ان ايه كله يبقى دامج، ما ينفعش ان هو يتكرر. برضه خلي بالنا ان الالترا فايولوت بيستعمل فعلا في حاجه زي كده، بس بناخد الالترا فايولوت الابعد شويه من اللي بيستعمل في سان لايت، او اللي هو موجود في السان لايت، واللي بيستعمل في التاننج، يعني بيبقى فرينج ابعد شويه. المايكروويف الحقيقه برضو يعني بعض الاحيان بيستعمل، بس المايكروويف الحقيقه الفكره بتاعته هو ملوش افكت زي الالترا فايولوت او الايونايزنج راديشن، يعني من ناحيه الدي ان اي افكتس. بس الحقيقه بيتميز ان هو بيسخن الحاجه اللي احنا بنعمل لها ستيريلايزيشن، فهو هنا بيقتل الميكروبس عن طريق الحراره.